سؤال في ماذا لو انا سالتك انت تروح الاهلي ولا قلت لي لا انا زملكاوي اكبر عن جده ومش هينفع اروح الاهلي، بس هنفترض ان الزمالك استغنى عنك وقدامك الخمس انديه دول الاهلي المصري الاسماعيلي الاتحاد طنطا، تروح فين؟ بس طبعا كل نادي من دول نادي ليه جماهيره ونادي كل نادي ليه احترامه وليه ادارته، ان شاء الله ربنا يوفقهم ويوفق نادي طنطا. بس انا ان شاء الله لو نفسي ما البس حاجه في نادي الزمالك في مصر غير في نادي الزمالك في مصر غير بره، يعني لو سبت نادي الزمالك نفسي